لو كنا كده بصينا عليا وانا واقف، اي واحد هو واقف كده يبقى كل الجسم النص الفوقاني ده متشال على العمود الفقري، العمود الفقري متثبت فيه الضلوع، والضلوع دي طالع منها ستارة من قدام هي جدار البطن. طول ما انا واقف كده والصدر طالع لفوق وواقف كده مشدود القامة، يبقى الضلوع بتاعتي شدة لفوق، شدة العضلات وجدار البطن. جدار البطن يعني نتكلم على الثلاث طبقات، الجلد من بره والعضلات من جوه وما بينهما الطبقة اللي بيكون فيها الدهون. يبقى أنا وأنا صغير وأنا لسه شباب وأقدر أفرد جسمي بسهولة وكل عضلات جسمي قوية ولسه ما فيش دهون كتير، أقدر أخلي بطني دي كده وانا واقف وشادد نفسي تبقى بطني نازله سيده كده، ويمكن كمان داخله لجوه شويه. ولو في الرجاله بتلاقي باين السكس باجز اللي هي العضلات، تقسيمه العضلات بتاعه البطن، العضلتين اللي ماشيين بالطول دول ومتقسمين الى مربعات صغيره اللي هم بيسموها السكس باجز، الست مربعات. اللي بيحصل ان احنا كلنا لما بنكبر وبنتقدم في العمر الفقرات بتاعتها بتاعت الظهر بتقصر، بتصغر، بتكش. مش كل ما الواحد بيكبر تلاقي جسمه بيعطي وينحني، ما انه عمره ننكسه في الخلق، صح؟ تبتدي ظهرك ينحني، يعني قبل ما ينحني الظهر المسافة اللي بين الفقرات دي بتقل، وبالتالي القفص الصدري هينزل. القفص الصدري اللي هو كان شايل وشادد الستارة اللي هي جدار البطن لفوق، وبالتالي لما بنكبر يبتدي القفص الصدري ينزل، يبتدي جدار البطن اللي كان مشدود يبتدي يريح. فدايما الشكوى الكبيره او اللي بتيجي لكل الستات حته المعده دي، ما بقعد لما بقعد يعني بتتني كده، كان زمان مش موجوده لان كان القفص الصدري مشدود كويس. يبقى احنا كلنا بنعاني من انه مع تقدم العمر بنبتدي نفقد المعالم الجماليه بتاعت البطن. المعالم الجمالية بتاعة البطن اللي احنا بنحب نلاقيها دايما موجودة، ان البطن مش منتفخة، البطن نازلة كده السيدة، مش مقبل قدام، في خصر، السرة في مكانها الطبيعي في نص المسافة بين العظمة بتاعة القفص الصدري والعظمة اللي في فوق العانة، مفيش تجمعات دهنية واضحة في البطن. يا ريت كمان يكون شكل العضلات بارز خاصة في الرجالة. كل ما هنكبر المعالم الجماليه دي هنفقد جزء منها. في ناس من صغرها المعالم الجماليه دي مش واضحه نتيجه اسباب وراثيه. في ناس بتنزل البطن زي المستطيل كده، الخصر مش موجود. في ناس الخصر بطن قصيره، المسافه اللي بين القفص الصدري والحوض قليله، بالتالي الخصر مش موجود والبطن تبقى بارزه لقدام لوحدها. في ناس طبيعي بيبقى فيها تجمعات دهنية أكتر من غيرها، ملهاش علاقة بالأكل، سمنة موضعية في منطقة البطن، لأن الجسم كله مظبوط لكن البطن فيه خلايا دهنية كتيرة تستقبل دهون كمية أكبر، تبان إن فيها كرش بدري. يبقى دي كمان مجموعة أخرى. أطفال بسيبناهم يتخنوا، ده غلط. مع تقدم العمر البطن بتختلف معالمها الجمالية، وده إحنا السبب، أو نتيجة تشوهات، أو مش هقول تشوهات، أسباب وراثية بتخلي البطن دي مش حلوة من الأول، يبقى بتحتاج تدخل. ممكن كمان بقى، وده السبب الأكبر، هو السمنة، إن الواحد لما بياكل كتير يبتدي الدهن يتراكم في المنطقة اللي في ما بين الجلد والعضلات، بتستقبل دهون كتير، الجسم بيخزن الدهون فيها، تبتدي يبان الدهون. لما تتمدد الدهون أكتر، أقصد تكتر، يتمدد الجلد كمان معاها، يبتدي يحصل ترهل. يبقى السمنة أحد الأسباب اللي يمكن أهم الأسباب اللي تخلي الناس تيجي عايزة تظبط البطن. كمان السبب الأهم والأكثر بين الستات هو الحمل والرضاعة. ليه؟ لأنه أثناء الحمل بيحصل تمدد، مع تضخم حجم الرحم لازم البطن تريح. ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الجسم يطلع هرمونات كتيرة تخلي العضلات بتاعت البطن تريح، تقوم تستقبل التمدد اللي بيحصل في حجم الجنين خلال 9 شهور بتوع الحمل. التمدد ده شيء طبيعي، وتمدد العضلات شيء طبيعي، يعني المفروض بعد الحمل ما يخلص والولادة تتم انه ترجع البطن لحجمها الطبيعي، فعلا ده اللي بيحصل. وبالتالي
لو واحده بقى سابت نفسها تتخن قوي ما عملتش التمرينات المناسبه بعد الحمل والولاده العضلات هتفضل مترهله، خاصه كمان بقى لو سابت وزنها يزيد قوي تبص تلاقي الدهون كترت والجلد ترهل بعد ما حملت وولدت، الموضوع ما رجعش طبيعي. في ستات الواحد بيشوفهم مولة كتير 3 و4 و5 مرات لكن قدرت تحافظ على بطنها، وفي ستات تانية من مرة واحدة حامل واتبعت التعليمات الأسرية العنيفة، مامتها خايفة عليها وحماتها خدي بالك وجوزها مش عارف ايه وكلي كلي 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 وهي بترضع وهي بتحمل، كل ده تبص في الآخر ما قدرتش ترجع تاني للكان الحلاوة بتاعت البطن اللي كانت عليها في الأول. يبقى لو انا لو واحده حامل بننصحها دايما تجنبي الزياده المفرطه في الوزن اثناء الحمل واثناء الرضاعه. الزياده اللي مفروض تتعمل الدكتور اللي بيتابع معاكي بيقول لك الزياده ما تزيدش عن كذا، لازم الوزن يزيد مع الحمل شهر بعد شهر ولكن له رينج معين ما تزودش عنه، ما نبالغش. الحاجه الثانيه ان احنا نبتدي التمرينات بتاعه البطن وليها كتب ودكاتره الولاده بيعلموها للناس ودكاتره العلاج الطبيعي ولازم معلومات العامه ما خدش على النت. هتبص تلاقي فيه كده معلوف التمرينات بتبدا من قبل الولاده، تمرينات التنفس عشان نخلي البطن ترجع العضلات للتون بتاعتها الطبيعيه، وبعد الولاده نعمل ايه لو كانت ولاده قيصريه ولو كانت ولاده طبيعيه. موضوع يستحق اللي عايزه تحافظ على بطنها انها تبص عليه وتعمله هترجع بطنها طبيعي. الحاجه الثالثه انها تعمل تمرين بعد التمرينات، اقصد انها ما تكررش الحمل بسرعه. احنا بنقول دايما الفترة المناسبة سنتين عشان تكون البطن رجعت طبيعي وحلو قوي، وبعد كده تبتدي تفكر في حمل تاني. الحاجة الرابعة والأخيرة انه بيلبسوا دايما كرسي بعد الحمل. الكرسي هدفه انه العضلات بتبقى ضعيفة ومتمددة، فهو بيساعد انه العضلات على ما ترجع الطبيعي تقدر الست تقوم وتتحرك كويس، بيخليها تديها احساس كويس انها تقدر تشتغل. لكن المبالغة في لبس الكرسي وتطويل الوقت بيدي احساس كاذب بالامان، بيخلي الواحدة تحس ان عضلاتها رجعت طبيعي وهي بناء عضلاتها مترهلة لسه. بيمنع الانكماش المتجانس، الجلد تلاقي متكرمش في حتة ومتكعبش في حتة والعضلات يعني مش مظبوط انه يستعمل فترة طويلة. كده يبقى الممكن جدا بالاربع نصائح المهمين دول ان الست الحامل تحافظ على جمال وحلاوة بطنها.